احكي لي حدوته الساكس قبل ما نبدا نلعب اول حاجه. الساكس انا بقالي 3 سنين تقريبا بلعب. كنت اتفرجت على حقوق وكونسرفاتوار. انا خريجه حقوق وكونسرفاتوار. كنت بتفرج انا اصلا في في الكونسرفاتوار كنت بلعب كلارنيت. فقال برضو قالت نفخ وكده طبعا. لا انا بحب الموسيقى جدا، سيبك من كل الهزار اللي انا بقوله، بحب الموسيقى جدا. انا عارفه ان انت بتحب تسمع جاز قوي قوي، مش متخيل. قعدت اقول لكم يا جماعه سمعوني جاز، والنبي لا تسمعوني جاز. طيب حتى لو مش جاز، يعني مثلا هقول لك، انا كنت لسه حتى بتكلم مع دكتور محمد، انا احب فرانك سيناترا حبي قوي، غير طبيعي غير طبيعي. انا بعشقه. تلعبي حاجات لفرانك سيناترا؟ ماشي. يعني فلاي مي تو ذا مون، ندوق مع بعض. عيد الحب. اي لاف يو بيبي. لا دوسي، بصي دوسي حاجه اتنين تلاته ورا بعض، انت وربنا يقدرك عليه. ما عندك استعداد تسمع؟ ماشي خلاص. طب نبدا او تقعدي على الكرسي بتاع الساكس. استنى اجهز العده بس. ده عده الشغل. دكتور برضه مرات دكتور سنان. يعني الاحسن بالشغل ظبط الشغل. ايوه اهم حاجه دي. أغنيتي المفضلة. مزيكا قلدومي في اللي بعده. شوف انا عايز اروح اقعد جنبه اوقعه بس مش عارف. عايز انا اعرف القصه بتاعت اصلها جابت لي، مش عارف انا جبت لها سلسله. لا يا شيخ معلش بقى، قاعد يضحك في حاجه في النص والله العظيم. انا عارف. انا هقول لك مش انا بقول لك هو بيبي محمد ما عندوش ايه حته ان انا لا، هو دايما اللي قدامه هو اللي مسبق وعايزه، بس عادي مفيش مشكله. هو بيحب كده. يحب الاقبال عليه. لا بصراحه هو عنده عليه اقبال شديد بصراحه. قول لي بس ربنا يكون في عوني. بس شدي حيلك، ربنا يكون في عونك. والله الاقبال شديد يا محمد. بيش بقول لك ايه. ماشي هنسمع ايه كمان؟ لاف ستوري مثلا. طبعا لا اسمع حاجه مع مزيكا، نشغل مزيكا لاف ستوري. اوكي يلا بينا. احنا جاهزين يا ابنائي؟ سيريا نورماندي ولا ايه؟ مسار مجهز لنا لاف ستوري يا اولاد؟ لسه عايزينها هي اللي تلعب على طول، مش هنقعد نسمع حاجه كده وهي تروح داخله بالساكس وبتاع. مش عايزين. ها مش عارفه اللي انت عايزاه. دوسي. بصي انطلقي ولا تقولي لنا انت عايزه تلعب، يعني العابي من غير ما تستاذني. البيت بيتك. نسمع لاف ستوري عشان عيد الحب بقى كده. ماشي.